هلا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. ادري راح ادوخكم بس ضروري تتحملوني وتسمعون للاخر. انا اليوم كهدى عايشة عائلتي، عندي شغل ثابت الحمد لله، وعندي كوزمتك. انا اللي اعلن للعالم، وانا اللي ادز هدايا للعالم الحمد لله والشكر، وما مقصره بحق اي بشر. الله مفضل علي لان انا نيتي صافيه وشغلي عدل واهلي راضين علي وما عندي اي قصور الحمد لله والشكر. لكن اني بيوم من الايام من اجي على شخص واقدره واتفق وياه، مثلا خلينا نقول على اعلان، تمام؟ اني اليوم من عندي شغل الكوزمتك مالتنا الحمد لله صار غني عن التعريف، ومن فضل الله هذا نفس ما تعرفون وبدعمكم اكيد. بس لما اني عندي كوزمتك يحتاج لدعم، يحتاج لاعلانات، فاني يعني كنت متخيله انه احنا المشاهير بيناتنا واحد يساعد الثاني، فكان يعني كان ببالي شلون ما اني اساعد العالم، كان ببالي انه احنا بيناتنا واحد يساعد الثاني، واكيد مو ببلاش ومقابل، تمام؟ بيوم من الايام اني دخلت على نور اللي هي اسمها باندا، الاغلبيه يعرفوها، اتفقت وياها انه اعلان، تمام؟ الاعلان هذا شلون راح يكون؟ انه تختار اي شيء يخطر على بالها من الكوزمتك مالتنا يوصلها لباب البيت بدون ما تدفع 1000 دينار، واللي يوصلها هي تعتبرها هديه من عندي اني الها، وهي بنفس الوقت راح تدعمني، يعني مثل ما انه هي راح تستفاد من الغراض اللي اني راح ادزل هي، مجرد انه تصور الغراض وتقول هاي من كوزمتك مال هدى يوسف، وهي استفادت واني استفادت، تمام؟ صعبه؟ لا مو صعبه. اليوم اني من شخص يقدرني ويجيب لي حتى لو مثلا ورده، زين يعني صعبه اني من اشكر من عنده واقول له شكرا وادعمه واخليه يفرح؟ لا اكيد مو صعبه. خلي احكي لكم الموقف اللي صار وياه. فاتفقت ويا نور، ما بدي اطول عليكم السالفه، اتفقت ويا نور انه تختار شنو يعجبها، تمام؟ دخلت البنيه قلت لها هذا البيج قدامك، محادثات موجوده هسه ورا هاي الفيديوهات ان شاء الله راح انزل لكم اياها. قلت لها هذا البيج قدامك، اي شيء يخطر على بالك حتى ما موجود اجيب لك اياه، زين؟ ويوصلك الباب البيت حصريا، هيك قلت لها حصريا يوصلك الباب البيت، اي شيء يخطر على بالك الك لاهلك لاقاربك، اي شيء تريدين تودين هديه يوصلك الباب البيت، مجرد انه انت تدعمين البيج مالتنا، زين؟ اليوم الشغل حتى الشركات اللي هي بيبسي وغيرها وليز ليز العفو تحتاج اعلان، تحتاج ترويج حتى العالم ما تنساها، فاحنا محتاجين هذا الشيء بشغلنا، تمام؟ فكان الاتفاق انه ادز لها اي شيء يعجبها وتعلن عليه، ما بيها شيء، مو صعبه، صح؟ راح تقولون صح هدى. المهم حكيت وياها، قالت لي كذا اريد كذا اريد، هاي الحمر هاي الشموع هاي المدري شنو شنو انت تخليه اريد. انا قلت لها حبيبتي انا موفره بالكوزمتك مالتني كل شيء براند، واني اللي استخدمه ابو البراند، فشنو انا راح استخدمه راح ادز لك اياه. دقيت عليها على الخط مرتين ما جاوبتني، رجعت حكيتها على الانستغرام قلت لها ترى ادق عليك، راح ادق عليك كاميرا بالانستغرام. دقيت عليها كاميرا قالت لي لا، قلت لها لا حتى تكونين وياي انت تختارين، انا من اليوم دازت لك شيء تريدين انه يعني اني اريد انه استفاد، وراح تصورين وتقولين هاي من كوزمتك هدى هديه، بنفس الوقت انت تكونين مستفاده من عندها 100%، زين؟ فقلت لي اوكي، فتحت كاميرا واصور لها بالكوزمتك، تمام؟ هاي اختار هاي اختار هاي اختار الفونديشن نفس لون بشرتك، هاي الحمره هاي العدسات هاي الشموع هاي الخلطه هاي المدري شنو، وصار بوكس يخبل صراحه، يعني مو لين بضاعتنا، فمو لين بضاعتنا امانه الله واحمد بيها لا بالقران، بس هو البوكس بوقتها حتى مصورته اني همينه راح انزل لكم اياه. البوكس صار كلش يخبل لانه المكياجات اللي اختارتهم كلهن حلوات، العدسات مال مارلين، شموع باث اند بادي خلطتنا، الحمر، يعني اي شيء يخطر على بالكم ممكن براند، ريفوليوشن، كلها براندات عالميه، تمام؟ وصلت البوكس دزيته بيد، كتبت لها همينه بالورقه انه عيد زواج وما ادري شنو، هيك ما ادري بوقتها شنو كتبت لها، بس كنت كلش فرحانه ومعتنيه بيه امانه الله، زين؟ يعني كانما ما اخذت لاهلي هيك. دزيت البوكس رجعت ورا يومين ماكو البنيه، راسلتك حبيبتي وصلت؟ كان تقول لي اي وصلني، يا بخير على خير الحمد لله من وصلت. البنيه ما نشرت، نشرت صوره للبوكس قالت هاي منتجات من هدى يوسف وراح اشوفهن بس،
تمام نشرت ستوري واحد، واحنا الاتفاق اللي كان بيناتنا انه تنشر يعني الغراض زين، يعني شغلات انا تعبانه بيها ودازت لي هديه غير تصورها انت يعني من مصوره البوكس وناشرته انا مش راح اشوف زين، انا غير اريدك تدعميني توقفي يمي، وانا حكيت وياك وقلت لك قلت لك انا ويوسف اعتبرينه مثل اخوانك، احنا ايتام واحنا دا نشتغل ومعتمدين على نفسنا زين، انت لما حسابك كبير او عالية وعندك متابعين والله مفضل عليك من واحد يقدرك ويدزلك هدية، صعب عليك انه انت تساعدي؟ صعب. انا كلش يعني ما اهتم لهاي التفاصيل، لا اهتم لل $100 $200 للالف للالفين، يعني نعمة الله هي بس ما اهتم لهاي التفاصيل، عندي الالف $100 والالف دولار نفس الشيء، ودا اشتغل ومعيشة عائلتي ومعيشة نفسي والله مفضل علي واساعد وهاي بدون ما اشر وبدون ما اقول زين، فاني ما اهتم لهاي التفاصيل، اللي اهتم له واضوج من عنده ويحرق قلبي انه من يجي شخص يغلبك او يضحك عليك، هذا الشيء كلش ما ارضى بي زين. انا يعني العالم تعرفني الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، الناس تشهد لي اذا كان بالكوزمتك الزبائن اللي يجون، الهدايا، التعامل الحلو، الاستقبال الحلو، العرايس اللي تعنن لي من المحافظات، هاي كلش كافيه، والبيج والنشر كله يشهد زين، وزبائني كلهم يشهدون، فمو بحال هاي التفاصيل ابد مو بحالها زين. اللي اكرهه واوج من عنده من شخص يغلبني او شخص يضحك علي ويستغني وما يقدرني زين. انا اليوم من اقدر شخص غير المفروض يرد لي التقدير هذا، من اني احترمه واحبه غير هو يرد لي اياها، لو يرد لي اياها بالأسوأ. البشر ليش يجي صاير اني ما اعرف زين. دخلت لها قلت لها حبيبتي انت ما نشرتي زين البوكس، صورتي ستوري واحد والبوكس ما مبين زين، نشر على الاقل على الخلطه تشوف المسجات وما ترد. قامت تشوف المسجات مالتي وما ترد زين، انا سكتت صراحه، قلت يجوز عندها ظروف يجوز عندها شيء. ورا فتره رجعت اتصلت بي زين انه انا حسابي مو يمي انا كذا انا اريد اعلان انا ما ادري شنو، ما سويت لها اعلان لبنيه، كانت عندها مشاكل عائليه ما اتطرق لها زين، ولا حكيت بهاي المواضيع، ما سويت اعلان لبنيه ما قدرتني. طب فجاه لقيت الفولو من الفولو العفو الفولو لاغيتني من الصداقه زين، ليش شنو اللي قدمت لك ياني من اساءه؟ شنو اللي سويت لك يا انت مريضه انت تنشرين بشيء اجيج محتاجه شيء تريدين شيء عليك الله ما ادري شنو؟ ليش يعني الشخص زين بهاي الفتره وبهذا الزمن هيك يتعامل؟ يعني اني من اسوي طيب للعالم يردوا لي اياها بالاساءه؟ ما اعرف والله يعني شنو من بشريه ما ادري. انه برجعت احاكيها هسه قلت لها انت ليش هاي الفولو؟ ترى الفولو انا ما يهمني بالنسبه لي يعني هاي اشياء تافهه صدق، يعني انه هسه انا مثلا اقاربي خواتي وظايفتهم يعني الفولو يروح ويجي بس هي سالفه تقدير زين. انا اليوم من مثلا مضايفه خواتي او مضايفه اقاربي ما اريدهم ينعرفون بالوسط او بالسوشيال ميديا بصوره عامه، بس لما انا ضايفه مثلا وحده من المشاهير المعروفه وهي ضايفتني وطب فجاه انا انطيها فولو، هاي يسموه عدم احترام وعدم تقدير. ليش انا طالع من عندي الشيء المحلو ما مقدمت لك غير بس الزين، اسال عليك اطمن عليك، ليش هيك تتعاملين ويا البشر؟ ادزلها مسج يكون ردها ورا المسج هذا الطويل اللي نشرت لكم اياه وتقول لي ايه كملتي حكيش لا تحكين حكي من كيفك، الحساب مو يمي زين، شلون الحساب مو يمك يا اختي لما انت تفتحين لايف وتنشرين صديقاتك وتنشرين حياتك وتنشرين كل شيء زين؟ انت لما سويت لي فولو وما مقدرتني وما نشرتي الهديه اللي دازت لك اياها الحساب مو يمك؟ لعد من بده يفتح لايف؟ أنا ما أقول غير بس شغلة واحدة، الله يساعد دول العالم اللي يعلنون يمكم. شلون شلون والله أنا أكو صفحات والله العظيم والله العظيم ماكو شي يمي حتى أحلف على نعمة الله زين، وباب رزقي أكو صفحات أنا $1000 ما أخذ من عندهم زين، والصفحات تشهد لي العالم تشهد لي تقدير، أكو تقدير أكو احترام. أنا اليوم من أني أساعد شخص معين رب العالمين باكر عقب من أنا اوقع بمشكلة يدز لي شخص معين انه يساعدني ويطلعني من هاي المشكلة اللي انا بيها زين، هيش صلة الرحم والمودة كلها انقطعت، هيك العالم صايرة ما تحترم وما تقدر. انا كلش يعني هاي الشغلة مطابة ببالي ومتتقهر لهذا السبب
جد قلت أنا لازم أسولف لكم لأن أنا طقيت من القهر صراحة، هواية أتعرض للسوالف بالسوشيال ميديا وما أحكيها، أقول أنا بعيدة عن المشاكل يلا فدوة، بس من واحد هيك يسوي لا تقهر. زين هسا خل نفترض إنه أكو مثل أهلنا يقولوا الحق العيار الباب الدار، زين خل نفترض إنه هي نفس ما قالت لي هسا وردت علي بكل قباحة صراحة، خلي شيء هي كان حتى حساسية جسمي قام يطقع هالقد ما شطت، ردت علي بكل قباحة تقول لي إيه كملتي حكيك الحساب ما كان يمي يلا شكرا عيب زحمة على الأقل قدري يا بترى أنا كانت عندي مشكلة، هاي إذا أنتي كنتي تريدين تردين عليه بأسلوب حلو يا بترى أنا كانت عندي مشكلة يا بترى الحساب مو يمي عذريني هالداوي والله أنتي ما قصرتي وياي والله أنتي فاتحت لي الكاميرا وتختاري لي المنتجات اللي تلائمني اللي راح تزيلي إياها زين، الدنيا كان وقفا بعينك واحد يقدر المقابلة واحد يخلي الله بين عينه واحد يستحي يخلي المستحى التقدير بين عينه عيب تردين عليه تشرد يا بت الحساب ما كان يمي عذريني هالداوي احكاية ما راح يعني مثلا هسا انت لو رادة علي وقالت لي انه الحساب كان مو يمي انا كانت عندي مشكلة كانت عندي ظروف كذا 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 زين عذريني هالداوي والله انت ما قصرتي وياي واني من مريضة انت تسألين علي زين ومن خابرتك وحكيت وياك وحكيت ليش مشكلتي استقبلتيني وواسيتيني وقلتي لي يلا ما يخالف يعني هاي كلها ما وقفت بعينك لهالدرجة عمي يقول يا الله العالم قامت ما تنحزر عمي انتبهوا والله العالم قامت ما تنحزر ما تعرفون هذا شنو طينته وشنو يضم وشنو من داخله يعني انا متعجبة والله غدي الدم ظليت افور هيك ظليت افور ها بعد جسمي قام يطقع حتى حرام الله اكبر عليه هيك عالم لا ظلت مصداقيه لا ظلت رحمه الله كل شيء قطعته كل شيء قطعته والله قطعت سبيل المعروف يعني ما اقول غير بس الله كريم والله موجود وما دام انتم موجودين ان شاء الله انا ما احتاج احد ان شاء الله يعني لو ما الفلتر كان شفت وجهي شلون صاير طقع احمر سخنت وانقهرت وديت دم يعني هسه انا سديت اخر فيديو وقلت هاي بعد ما اصور رجعت على المحادثه بدي اشوف شنو انا غلطانه ما دا اشوف لقيتها كاتبه لي رجعت قريت نفس الحكي انه لا تحكين حكي كيفك الحساب ما كان يمي يعني حتى الرد مالتها كان ما حلو ما اعرف يعني واحد شلون يفكر شلون يحكي شلون يعيش عم عيب خلوا شويه موده خلوا رحمه بقلوبكم زين ما يصير هيك شيء التقدير حلو المساعده حلوه اليوم انت من يساعد لك شخص باكر الله يذب لك شخص انه يساعدك يوقف لك يسهل لك امرك يرزقك اذا كانت انتك صافيه زين تعب الكلام ومن الكلام الله كريم كلش طولت عليكم انا كلش اعتذر بس ما عندي غيركم اجيت افضفض لكم واحكي لكم الموقف اللي صار وياي واللي ضوجني تمام ودازت لها البوكس نفس ما قلت لكم من شهر 11 يعني لا اليوم ولا البارحه لا نشرت لا قدرت لا احترمت لا ردت عليها رد حلو ولقيتها لاغي الفولو من عندي يعني ما خلت تقدير لاي شيء صار فهذا كل الموضوع اللي حكيته لكم ولا حد يقول انه كان عندها ظروف او هاي التفاصيل لان هي كان عندها ظروف كانت تخابرني وتحكي لي ظروفها زين وكل شيء موجود بدليل اني ابدا ما اطلع افتح كاميرا واسولف اذا ما كان عندي دليل صوره وصوت وسكرينات وكل شيء تمام فانا من حكيت لكم لان قلبي محترق وانقهرت وجيت فضفضت لكم كلش اسفه لان طولت عليكم وارجع اقول انه الله موجود واني قويه برب العالمين وبدعمكم لي وان شاء الله ماكو شيء يوقفنا اذا من عندك بعدتي مني توصل لك المنتجات صوريهن على ستوري شويه واقعين من السطح ايجارات واحنا يتامى لازم شويه تساعدينه وتي انا يوم كل 10 ايام ادخل لك البي كل احتياجاتك شنو شي ناقصك شنو شي تريدي يوصل لك الباب البيت مقابل بس انه انت تنزلي بالستوري مالتك تدعمين الصفحه مالتنا لان صراحه الشغل واقف مثل ما يقولون فبكي انه تكونين انت سبب برزقنا ان شاء الله والكريم من يوصلك مال هدى يوسف قولي انه هذا الكريم انه مال هدى يوسف يبيض ويخرج حبوب راح اجربه واذا شفتي عليه فرق من ادزلك بوكس مره ثانيه همين اقول
زين صور لك افضل افضل. هسه اول لون كلش حلو راقي ويلائم الكل، عجبك خليت لك اياه. خلي بعد اصور لك حتى نختار لون. شنو زين خلينا نفترض ان دازت لك بس قلمين حمراء ومسكره، ما تقدريني وتنشريني وتصيرين سبب برزقي؟ هو الرزق على الله، يعني هسه انا لو فتحه جوا القاع ورب العالمين يريد يرزقني فراح يرزقني، الرزق ما راح يوقف على احد، تمام؟ فعيب عيب هاي السوالف. قلم مسكارا وقلمين حمراء، تريدين ادز لك درازين بالجمله؟ ادز لك لو رايده كان دزيت لك انا. زين فما يصير هاي السوالف. المهم هو هذا درس للكل صار، واللي اقدم عندكم يا متابعين الحلوين انه ما تنغرون بالسوشيال ميديا، لان يعني كليتنا بصوره عامه بالسوشيال ميديا شكل وبالحقيقه شكل. ارجع بقى على هدى تبكي فرحان هم هي جاي تبكي وهم ماخذ سيارتين. بوكس صورتي ستوري واحد والبوكس ما مبين زين، اشرح على الاقل على الخلطه تشوف المسجات وما ترد. على شنو شنو يا جماعه؟ لا تشوف المسجات مالتي وما ترد. زين انا سكتت صراحه، يجوز عندها ظروف يجوز عندها شيء. ورا فتره رجعت اتصلت بي. هم شكو شنو صاير؟ زين انه انا حسابي مو يمي انا كذا انا صاير حبيبي. انا ترى هم متابع قاعد نباوع احنا هسه. كانت مشاكل عائليه ما اتطرق لها زين، ولا حكيت بهاي المواضيع هياي. ما سويت اعلان لان البنيه ما قدرتني. رجع بالستوريات ما ادري اهو ما قدمت لك غير بس الزين، اسال عليك اطمن عليك. اقول لك انا هذا صالح ما ايش قد اعرفها انا قرب اشوفها اول مره اشوفها حلوه هي تمشي انا ما شايفها قبل تمشي ابو علي تقول الله والله حلوه هدا اي والله يا ابو علي قلت والله حلوه وتنشرين حياتك وتنشرين كل شيء ايوه زين. انت لما سويت لي فولو ما قدرتني وما نشرتي الهديه اللي دازت لك اياها الحساب مو يمك، بعد ما بدي افتح لايف انا ما اقول غير بس